لم تكتفي لانار بإقامة أنشطتها الثقافية والفنية في صالة العرض المغلقة والمعروفة للجالية العربية، فقد بادرت إلى طرق أبواب التجمعات الثقافية السويدية وعبر مكتبتها الكبرى في الجنوب السويدية عبر مشروع أيام لانار الثقافية في الجنوب السويدية. وانطلقت أولى تلك الأيام في 28 من شهر سبتمبر من عام 2015 على قاعة المكتبة الرئيسة لمدينة مولمو، واستضافت فيها الشاعر والمترجم جاسم سيف الدين ولائي، وحملت تلك الليلة اسم ليلة سر النار تيمناً بعنوان رواية سر النار للكاتب السويدي هينغ ماكل التي ترجمها الولائي للغة العربية. اليوم الثقافي الآخر كان مع الفنان التشكيلي ستار كاووش المقيم في هولندا والذي حقق نجاحات كبيرة هناك، وعرضت أعماله في مختلف دول العالم في ليلة حملت عنوان ليلة التركواز. استضافته نانار في 26 من شهر أكتوبر من عام 2015 على قاعة مكتبة مولمو الرئيسة بمصاحبة المترجمة الفورية للغة السويدية المترجمة منى باقر، مع عروض أفلام وشهادات نقدية عن تجربة كاووش الفنية. في 30 من نوفمبر كانت محطة نانار الثالثة مع الفنان التشكيلي علي النجار، وعرض لتجربته الغنية التي امتدت لأكثر من 60 عاماً قضاها في فضاءات التشكيل، حملت الليلة عنوان ذاكرة فنان، حيث قدمت فيها شهادات نقدية وعروض لثلاثة أفلام سينمائية عن تجربته الثرية. مع بداية عام 2016 وتحديداً في 30 من شهر جانوري، وسط مكتبة أرلو السويدية على موعد مع الفنان التشكيلي عبد الكريم السعدون في رابع محطة من أيام لانار الثقافية في الجنوب السويدية، حيث افتتح معرضه التشكيلي بعض ما تبقى في صالة عرض معدة للعروض التشكيلية الكبرى، كما عرض فيلم عن تجربة الفنان وقدم شهادات نقدية عن تجربته، فضلاً عن افتتاح معرض لتصاميم الشموع وآخر للتصاميم المعدنية لفنانتين شابتين كجزء من الاحتفاء بالسعدون. في 5 من مارس حطت أيام نانار في الجنوب السويدي في مدينة لوند الشهيرة بجامعاتها ومراكزها الثقافية لتستضيف الفنان التشكيلي عبد الأمير الخطيب بأمسية حملت عنوان بعض من جذورنا، قدمت فيها عروض بصرية وشهادات نقدية ومناقشة مباشرة للجمهور مع الفنان الخطيب. بعد شهر واحد فقط وتحديداً في 18 من أبريل، عادت أيام نانار في الجنوب السويدي إلى مكتبة مولمو بصحبة فنانين تشكيليين هما مارغريتا هيرتبري ووسام اللامي لعرض تجربتهما في أمسية حملت عنوان بين الهنا والهناك، مع عروض بصرية ومعرض للوحات الخاصة بالفنانة مارغريتا. مدينة أوسلو في السويدية هي الأخرى كانت على موعد في 14 من مايو، حيث احتضنت يوماً آخر من أيام نانار الثقافية في الجنوب السويدية،
وهذه المرة بصحبة الفنان التشكيلي أمجد الطيار، الذي تحدث عن تجربته الفنية في السويد والعالم العربي، مع عرض بصري لأهم مراحل تجربته الفنية. وشهد اللقاء حضوراً وتفاعل لجمهور متخصص أشاد بالفنان وبتجربته الجميلة. في 19 من سبتمبر تعود أيامنا نار ثقافية في مكتبات الجنوب السويدي مرة أخرى إلى مكتبة مالمو من جديد، وهذه المرة مع الفنانة التشكيلية منى الصالحي التي حملت أمسيتها عنوان أرواح ملونة. هذه الفنانة المسكونة بحب البيئة وفضاءاتها وألوانها وكائناتها. بدأت الليلة بعرض فيلم عنها أعده فريق نانار، استعرض محطات حياتها ومعارضها وأسلوبها الفني. بعدها تحدثت الفنانة لجمهورها عن رؤيتها للحياة والفن وعلاقاتها بالأشياء، مع ترجمة فورية للغة السويدية، واختتمت بعزف أنيق على آلة العود للفنان عزمة أحمد. أما مسك ختام القسم الأول من هذا البرنامج الثقافي فكان في مكتبة الجراجت مع الفنان التشكيلي خليل ياسين، وجاء عنوان ليلته الاحتفائية أحلام مؤجلة. سبقها استعدادات فنية تمخض عنها إعداد دراسة نقدية عن أعماله، وفيلم قصير عن هذا الفنان المسكون بحب الوطن والمرأة والإنسانية. واستطاع أن يطوع الصخر والزجاج والسيراميك ويجعل منهم جميعا أعمالا أخاذة تمطر جمالا وعذوبا. جميع هذه الليالي طبعت لكل من شارك فيها مطبوعات وكتيبات بأحجام مختلفة ووثقت بالصورة والفيلم، وقبل ذلك في القلب. بشرى حسن، مؤسسة نانار الثقافية مالمو سويد.